كان هدف في مباراة ايه؟ هو يمكن الهدف دوت عشان كانت الموقف اللي احنا بنلعب فيه كانت تصفيات كاس العالم وكنا بنلعب نيجيريا ونيجيريا كانت فرقة صعبة جدا 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 وكانت كسبانة هنا 4-0 فكان الماتش ده يعني قلب الدنيا. فالماتش دوت انا ما كنتش معاهم في نيجيريا يعني ما سافرتش كنت في مصر هنا. فلما جم كان في مدرب اسمه نانكوفيتش، هو المدرب ده كان الحمد لله علاقتي بيه كانت علاقه طيبه جدا، هو كان بيثق فيا بشكل كبير جدا. المهم ان الماتش بتاع نيجيريا دوت ماتش صعب جدا، وكنا احنا كمان كمجموعه منتخب مجموعه يعني قويه جدا. المهم ان هو حتى يوم الماتش الصبح عكس احنا دلوقتي يعني ما بنلعب، احنا كنا قاعدين في المحاضره كده وقال فلان وفلان 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 ومختار، فانا ايه يعني انا ما كنتش مسافر معاهم. فلما جه هنا هو يعني فاجئني بان هو. فالمهم الماتش ده تقريبا كان الجمهور في استاد القاهره قافل الاستاد لان فرقه نيجيريا وقت تصفيات كاس عالم والدنيا صعبه قوي. المهم في كوره انا خدتها وبطبيعه لعبي اللي انا بمشي بيها من ناحيه الشمال كده وبتاع ووصلت لغايه الخط وانا هعملها بالعرض، كان كابتن علي خليل وبعدين الزمالك فلقيت الجول حامد يعني خد خطوه كده بفضل الله اتعملت الكوره وراحت داخله فكان جون يعني صعب جدا جدا وتوقيته هايل جدا وهو كمان قيمته كانت عاليه. يعني هم كسبونا هناك 4 احنا كسبنا هنا 3 بس للاسف ما يعني اكيد ان احنا ما صعدناش كاس العالم. احلى الاهداف لكن ده من الماتشات والماتشات والهدف اللي انا جبته كمان برضو من احلى الماتشات اللي كابتن مختار لعبها، وبالرغم انه احرز هدف فيها مباراه المقاولين لكن دي كانت نهايه مسيره كابتن مختار في الملاعب. هو احنا كسبنا 1-0 وانا جايب الجول فعلا. الكره اتعملت لي من نص الملعب وانا عارف سعيد يعني قوي وهو دايما عنده عنف في الالتحامات بتاعته، عنف يعني طبيعي زيه زي لعيبه كتير ده لعبه يعني فانا الكره اتعملت فانا عايز اخده في ظهري فالكره اتعملت فرحت انا حاطط جسمي فهو يعني لمسني فللاسف وقعت على ركبتي. ما اتحسبتش فاول على فكره يعني ما اتحسبتش الحكم عداها كمان ما اتحسبتش فاول. وقعت على ركبتي، انا ما كنتش بتصاب كتير اصاباتي قليله جدا في الفتله اللي انا لعبتها وحتى لما وقعت الناس مستنيه ان انا اقوم يعني قوم بقى خلاص انت فما قدرتش اقوم فطبعا دخلوا بتاع مش قادر خلاص يعني هم كان يعني كل الناس متخيله ان انا هقوم يعني دي حاجه بسيطه يعني فكانت للاسف دي كانت النهاية يعني كانت مشواري في الملاعب. لكن انا طبعا حاولت ان انا يعني كانت لسه اصابه جديده وقتها ما كانش حد يعرفها تقريبا ما كانش حد يعرف ما كانتش منتشره خالص يعني انا تقريبا ممكن اكون اذا ما كانتش تخدني الذاكره ان انا اكون اول لعيب جات لي الاصابه ديت في مصر او يمكن حد جات له قبل كده انا مش عارف لكن اللي انا فاكره تاني يوم ركبتي ولمت ورم شديد جدا جدا جدا. فالورم دوت لما انا جيت تاني يوم على طول النادي هنا كان الكابتن جوهري يعني كان في جيت الصبح والكابتن جوهري كان موجود معايا وكان موجود معايا الدكتور. انا شايف ان في حاجه حصلت يوميها الصبح دي هي اللي ممكن تكون ممكن يعني انا مش متاكد منها ان الدكتور اما شاف البتاع قال نعمله بذل يسحب الميه الورم من الركب يسحب انا شايف ان دي يمكن من اسباب المعاناه اللي انا عانيتها وان انا ما قدرتش كان لسه في وقتها ما تقدمش زي دلوقتي والاصابه دي ما خالص ما كانوش لسه اكتشفوا لها علاجات وبتاع. بص يا اسامه حتى اللي كان بيشتغل معايا هنا لما عملت العمليه في لندن وجيت واشتغل معايا هنا ابو العلا